السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا، النشاط الرئيسي نستهلها بالعناوين. تخرج طلائع جديدة من الأكاديمية العسكرية للشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بعد تكوين احترافي وجاهزية عالية تعزز وحدات الجيش الوطني الشعبي لمجابهة كافة التحديات. المجلس الشعبي والوطني يصدق غدا على قائمة نواب الرئيس الجديد المنتخب عن ولاية غردايا للعهدة التشريعية التاسعة إبراهيم بوغالي. وزير الداخلية يتابع ميدانيا مخطط التدخل السريع لإخماد الحرائق بخنشلة، ويؤكد توفير جميع الإمكانات المالية والبشرية للتكفل بانشغالات الساكنة، ووزارة الفلاحة تعلن التزامها بتعويض الخسائر الفلاحية. وتتابعون منحا تصاعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، وعملية التلقيح تتواصل في فضاءات عمومية عبر الوطن، ووزارة الصحة تجدد الدعوة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. متابعة ميدانية مرافقة لإعادة فتح المعبر الحدودي دبدب غدامس، وبتمن راست استفادة أكثر من 76 تجزئة اجتماعية من الربط بشبكة الغاز، ومحاولات جديدة بالعاصمة لضمان خدمات نوعية للمواطنين. أهلا بكم من جديد. ضمن مساعي تجسيد استراتيجية الاحترافية والعصرنة بمختلف المدارس التكوينية للجيش الوطني الشعبي، أشرف أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بالأكاديمية العسكرية للشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، أشرف على مراسم حفل تخرج ثلاث دفعات من التكوين الأساسي والقاعدي المشترك وكذا ضباط دورة الماستر، حيث قلد السيد الرئيس الرتبة ووزع الشهادات على المتفوقين الأوائل وسط استعراضات لمختلف التشكيلات العسكرية. المزيد مع وليد زروق. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، وبعد وصوله للأكاديمية العسكرية لشرشال وقف عند النصب التذكاري المخلد للرئيس الراحل هواري بومدين وقفة ترحم على روحه الطاهرة بقراءة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور. يشرف بعدها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تفتيش مربعات الضباط المتخرجين بساحة العلم. وفي كلمة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شنقريحة، أشاد بالعناية الفائقة والاهتمام المتواصل الذي تحظى به الأكاديمية على غرار مختلف المدارس التكوينية الأخرى تجسيدا لاستراتيجية العصرنة والاحترافية لجيشنا. متخرجون القسم، أقسم بالله العظيم. وبعد أداء المتخرجين للقسم قام رئيس الجمهورية بتقليد الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل. لتتواصل مراسم التخرج بتسليم واستلام راية الأكاديمية للدفعة القادمة. وضعوا أمانكم بأعناقكم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نحن طلبة الدفعة 52 من التكوين الأساسي، والمتخرجون هذا اليوم
المجاهدين الأخيار، نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الفريق محمود العماري. وبعد موافقة رئيس الجمهورية على تسمية الدفعة باسم المجاهد الراحل الفريق محمد العماري أحد رجالات الجزائر الذين فارقوا الحياة بعد مسار ثري من العطاء في صفوف الجيش الوطني الشعبي، فسح المجال واسعا بساحة الأكاديمية أمام استعراضات عسكرية مختلفة. ليتابع بعدها السيد الرئيس بثا مباشرا لتمرين استعراضي نفذته القوات البحرية في عرض التواجد على الساحل وفي البحر. والعزة كل العزة لمجاهدي الجزائر الأخيار، والفخر كل الفخر لأفراد الجيش الوطني الشعبي. الأشاوس بانسجام وتنسيق عال، فحماكم الله يا نسور الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. قول محمد، مدرسة العليا للقوات الخاصة. وبالمناسبة تابع السيد الرئيس بالمعرض العلمي للأكاديمية جانبا من الأعمال العلمية المنجزة من طرف المتخرجين. وفي الختام أشرف السيد الرئيس على تكريم عائلة المجاهد المرحوم الفريق محمد العماري، ليقوم بعدها بالتوقيع على السجل الذهبي للأكاديمية العسكرية بشرشال. برلمانيا يعقد المجلس الشعبي والوطني غدا جلسة علنية تخصص للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس. هذا وكان النائب إبراهيم بوغالي قد انتخب أمس رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية التاسعة عن القائمة الحرة الوحدة والتداول بالأغلبية أمام منافسه النائب أحمد بوصدوق من حركة مجتمع السلم في اقتراع سري. المتابعة لدلال بوطبة. وجوه جديدة تلج مبنى زغود يوسف خلال الدورة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني بتشكيلة أفرزتها تشريعيات 12 جوان الفارط، دورة انتخب خلالها إبراهيم بوغالي رئيسا جديدا للمجلس وهو النائب عن قائمة حرة لولاية غردايا. اقتراع سري افتك فيه إبراهيم بوغالي 295 صوتا مقابل 87 صوتا لمنافسه الوحيد أحمد صدوق عن حركة مجتمع السلم من مجموع 382 صوتا معبرا عنه. إن عهدتنا هذه لها من الخصوصية ما تجعلنا نصمم على سواعد الجد، ذلك أنها تعد بداية لمرحلة تؤسس حقيقة وبصدق للجزائر الجديدة التي أرادها شعبنا والتزم بها السيد رئيس الجمهورية وتعهد بتجسيدها خلال حملته الانتخابية.
وها نحن نضيف حلقة أخرى في مسار إعادة الكلمة للشعب في اختيار ممثليه بعد انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وبعد الاستفتاء على الدستور، فالسلطة التشريعية تستعيد اليوم مكانتها من خلال ثقة الناخبين. أول دورة تشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجديد امتدت إجراءاتها ليوم كامل بالمصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية، والتي جرت برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا بمساعدة أصغر نائبين اثنين. تشكيلة جديدة استقطبت اهتمام وسائل الإعلام التي حاولت التقرب من النواب الجدد لمعرفة تصورهم وما يمكن أن يقدموه أمام كل التحديات التي تعرفها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي. فكان الحديث على ضرورة كسر تلك الصورة النمطية التي ترسخت عن أداء النواب والعمل على ما يليق بمرحلة جديدة يراهن فيها على الكفاءات. إبراهيم بوغالي نائب عن ولاية غردية وإذن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، سيرته الذاتية ومشواره المهني نستعرضه في هذه الصورة الصحفية لدلال بوطب. إبراهيم بوغالي أول شخصية مستقلة على رأس المجلس الشعبي الوطني الجديد في أول دورة تشريعية عقب انتخابات 12 جوان. ابن بني يزجن بلدية بنورة ولاية غردايا ذو 58 سنة، خريج معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالعاصمة سنة 86 900 وألف. اشتغل لسنوات إطارا ببنك التوفير والاحتياط بغردايا ليتقلد بعدها منصب مدير لوكالة رحلات بلا حدود التابعة للنادي السياحي الجزائري ما بين 1997 إلى غاية 2017. رجل ميدان بخبرة في التسيير المحلي كعضو منتخب عن المجلس الشعبي الولائي لغردايا فرئيس له منذ 2020 ليقوده انتخابه نائبا بالمجلس الشعبي الوطني في التشريعيات الماضية عن القائمة الحرة الوحدة والتداول إلى الترشح والفوز برئاسة المجلس، حيث حظي بثقة كبرى التكتلات في الغرفة السفلى للبرلمان عقب تحصله على 295 صوتا. مجلس جديد ورئيس جديد بمسؤوليات جمة تتجه فيها الأنظار نحو الأداء أمام الراهن وأولوياته التي يقول إبراهيم بوغالي بأنها التأسيس وبصدق لمرحلة جديدة يريدها الجزائريون. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وما جاورها، فلنستمع لصوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وحيث كشف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود من بلدية بوحمامة بولاية خنشلة عن اقتناء طائرة خاصة بإخماد الحرائق في أقرب الأجل. بلجود الذي انتقل إلى الولاية رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالحرائق المفتعلة التي طالت غابات بلديتي طمزة وشيليا، تلقى عرضا مفصلا حول مخطط التدخل لإخماد الحرائق وحماية المواطنين وممتلكاتهم. المزيد مع ابتسام بجاوي. بمنطقة فراقسو ببوحمامة حيث مركز العمليات، قدم لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي كان مرفوخا بوزير الفلاحة والتنمية الريفية عرض حول مخطط التدخل لإخماد الحرائق التي اندلعت يوم 4 جويلية بولاية خنشلة. منذ تسجيل هذه الحرائق والسلطات العليا تتابع ما يجري في الميدان. منذ الأيام الأولى قمنا بتسخير إمكانيات ضخمة وضخمة جدا لإخماد هذه الحرائق. إمكانيات هذه تتمثل في 2500 عنصر من مختلف الأسلاك، الحماية المدنية، الغابات، الجماعات المحلية، الجيش الوطني الشعبي اللي جاء بقوة، وكذلك حوالي 500 مواطن متطوع نؤكد أنه فيه فعل إجرامي. مصالح
المصالح الأمنية أوقفت ثلاثة مواطنين، والعدالة هي اللي تأخذ مجراها. كما أن عناصر الحماية المدنية، بعض من عناصر الحماية المدنية الذين كانوا يحاولون بإخماد هذه الحرق في إحدى المناطق تفاجأوا بوجود بعض الأشخاص مجهزين بآلة قطع الأشجار وبالبنزين، وطبعا لادوا بالفرار وطوقنا المنطقة إن شاء الله. إذن طلبنا من المواطنين مساعدة، وهم مشكورين ساعدوا، مساعدة في حماية كذلك في حماية هذه الثروة الغابية، وإفادتنا بأي معلومة يمكن أن تساعدنا باش نعمل حد لهذو المجرمين. وزير الفلاحة والتنمية الريفية من جهته تأسف لما حدث، وأكد على التكفل بانشغالات الفلاحين وتعويض الخسائر المسجلة بعد تقديم تقرير عمل اللجان المختصة في القريب العاجل. حناخد بصفة عينية، يعني سواء كان حيوان أو كان ريش أو كان أشجار أو كان سيستم دو غوت ا غوت تاع ليريغاسيون، وزارة الفلاحة راح تتحملها والدولة تتحملها على عاتق صندوق وزارة الفلاحة. تضافر الجهود واستخدام الحوامات ب 110 رمية مائية واحتواء النقاط الحساسة القريبة من الساكنة واستعمال نظام المعلومات الجغرافي إيفيس مكنوا من إخماد 7 مناطق من الحرائق، بقيت 4 مناطق جندت لها كل الوسائل لإطفائها. المتابعة كانت للزميل نور الدين بن عبسة. وبخنشلة دائما وفي لقاء مع سكان الولاية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية توفير جميع الإمكانات المالية والبشرية قصد التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. المزيد مع ابتسام بجاوي. أول لقاء مباشر لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع سكان ولاية خنشلة، وهو يقف على تفاصيل عملية إخماد النيران المدلعة بغاباتها، كان مع المجتمع المدني لمنطقة الشالية وهم المتضررون من الحرائق بصفة مباشرة، وقد لخصوا أهم انشغالاتهم في نقاط محددة. الغابة اسمها رشات راهي قدها سنة، على باش بغينا ندعموا باش نزيدوا نزرعوا باش يلا عمال باش يخدموا العمال تاع الصبا، أكثر من 1500 عامل راهم بطالين، العمال تاع الصبا راهم في 7 شهور ما سلكوش. الوزير إذا ما كانش برنامج مستعجل وهو البداية والإسراع في إنجاز سد من لاقو ولا سد للواد الأزرق. وفي رده على انشغالاتهم ركز وزير الداخلية على توفير الدولة الجزائرية لكل الإمكانيات من أجل إخماد هذه الحرائق، مضيفا أنها ستعزز بوسائل أخرى إضافية لمواجهة أي طارئ. السيد الرئيس شخصيا يتابع ما يجري في هذه المنطقة، والسيد الوزير الأول كذلك منذ تعيينه وهو يتابع في المنطقة. أكثر من 2500 عون للدخل، مصالح الغابات، مصالح الحماية المدنية، المواطنين شرفاء المخلصين تاع هذه المنطقة اللي لعبوا دور كبير، هبة تضامنية جد معتبرة، أعضاء عناصر الجيش الوطني الشعبي اللي التحق للميدان، وكنت حسيت مع السيد الوالي كل مشاكل هذه اللي تكلمتوا عليها بالنسبه للبراج، بالنسبه للمسالك، بالنسبه للي بواندو الى اخره، ويكون الخير ان شاء الله، ويكون امكانيات نسخروا الامكانيات اللازمه الماليه اللازمه ان شاء الله ونعاونوا المنطقه هذه. سكان عين ميمون لخصوا مطالبهم في لقائهم مع وزير الداخليه والجماعه المحليه ووزير الفلاحه في النقاط التاليه. احنا الثقة اللي درناها كي جيت انت لهنا الخطوة هذه الأولى وانت وسيت الوزير راك مشكورين، وعندنا مطالب، وماذا بك يا سيد الرئيس برنامج استعجالي. سكنة طمزة وعين ميمون والقرى المجاورة يطالبون بمخطط استعجالي تحت إشراف الوصاية لإعادة تسخير وفتح المسالك الغابية والأحراج، تفعيل الحاضرة الوطنية الغابية لولادي عقوب وشلية، يطالبوا لامتصاص البطالة أنه تكون مشتلة في قرية عميمون. وتتشابه الانشغالات، لكن التزام الدولة الجزائرية واحد بالوقوف إلى جانب سكان هذه المناطق المتضررة. Les travaux préliminaires pour la classification des forêts tendaires يجسدها
بعد هذا الشيء قانون عليه تصنيف هي حماية يحميها بقوة القانون. واش اللي يمنع نخلق مشتل؟ إذا نراك هنا معايا جيجير فبروني أن شارج سو بوان توت سويت. التزام الدولة الجزائرية إذن بواجبها الوطني أمام سكان خنشلة وخاصة المتضررين منهم من حرائق الغابات أهم رسالة وجهها وزير الداخلية والجماعة المحلية ووزير الفلاحة للجميع. إلى الانشغال الصحي، وبخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة، فيما تمثل 452 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وهذا حسب ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحة التي تجدد دعوتها للمواطنين بضرورة احترام قواعد النظافة والتقيد بالتباعد الجسدي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي. هذا وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قد أكد أمس خلال ندوة صحفية أن مواجهة الوضعية الوبائية تستدعي تضافر جهود الجميع. ووسط الارتفاع الكبير والمتوسط لحالة الإصابة بفيروس كورونا وبهدف تمكين المواطنين من تلقي اللقاح، تم تخصيص فضاءات تلقيح جديدة بالقرب من المساجد بالعاصمة بإشراف أطقم طبية متخصصة. العينة من ساحة الشهداء مع قدور جوابي. بعد فحوصات من قبل الطبيب يوجه المواطن إلى تلقي اللقاح، ثم يخضع بعدها إلى المراقبة لمدة نصف ساعة تفاديا لأي أعراض جانبية. نكوراجي كاع الشعب الجزائري يجي يدير الفاكسة هذه حماية لأولادهم ولأنفسهم ولشعب الجزائري كامل. مو جو تخافي دون زان اندروا بيبليك، نتعامل مع بزاف ناس. Alors, قلت de préférence que je n'achète pas le vaccin ou le plus vite possible. اللجنة الصحية راهي عالمية، راهي مع العالم تخدم. قال لازم تلقيح، نديروا التلقيح. قال الكمامة، نديروا الكمامة. ما راح تخلص والو، ما قالت لكش روح خلص. العملية يشرف عليها فريق من أطباء وممرضين وسط فضاء جهز لذلك. الإنسان كيدير عملية التلقيح هذه راح ينقص هكا من المضاعفات تاع الكوفيد هكا، وان شاء الله يعني ما نوصلوش لكومبليكاسيون، ما نوصلوش حتى المستشفيات، وما نوصلوش العناية المركزة ان شاء الله. يعني كل الامكانيات متوفرة من وسائل مادية، اللقاح متوفر، الاكسجين، كل الامكانيات المادية هنا متوفرة من اجل نجاح هذه العملية. عمل جواري يهدف إلى تسهيل تلقي اللقاح من قبل المواطنين ومنح الفرصة للجميع. وبعين الدفلة تتواصل عملية التلقيح ضد الفيروس في الفضاءات العامة وسط إقبال كبير للمواطنين، تقول منى العجل. بوعي واقتناع أن التلقيح هو الحل لتفادي المرض، حضر شاب عبد الكريم وغيره إلى هذا الفضاء المفتوح لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا. سمحت باليوم يديروا الفاكسة، جيت ندير الفاكسة. لازم الواحد يدير الفاكسة باي إيفيتي المرض وكاع، هذه حاجة أمر عاد. هذه دواء جابوها لنا ومجابوا ما يضروناش، باه نبراو، وهذا شفاء للمسلمين وما ضرش، يعني درتها ماني لبس عليا. عملية التلقيح في الفضاءات العمومية بولاية عين الدفلة انطلقت في عدة بلديات على أن تعمم في مناطق أخرى بالولاية. في فريق طبي شبه طبي، الأمصال موجودة مع التلقيحات موجودة، مع الباسور الجزائري يقدم اللقاحات حسب عدد السكان وعدد الحالات والبؤر الموجودة. تخصيص هذه الفضاءات الجوارية للتلقيح من شأنها تقليل خطر الإصابة بهذا الوباء العالمي. ومواكبة للجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، يخصص التلفزيون الجزائري غدا يوما مفتوحا للتحسيس والتوعية بخطورة فيروس كورونا، خاصة مع المنح التصاعدي في عدد الإصابات بالوباء، وهذا بحضور خبراء ومختصين في مجال الصحة العمومية. في اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية إيليزي، تفقد المدير العام للجمارك جاهزية هياكل قطاعه على مستوى المعبر الحدودي الدبداب، وشدد على ضرورة تسليمها في أقرب الأجل. من إيليزي هارون لوميتي.
من إليزي إلى المعبر الحدودي الدبداب غدامس، شدد المدير العام للجمارك الجزائرية السيد نور الدين خالدي على ضرورة تكثيف الجهود والقدرات الجمركية لتعزيز الحركة التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني. اليوم شخصيا أقف على جاهزية الفرق الجمركية، جاهزية المصالح التقنية التي سوف تلعب دورا هاما في النشاط أو نشاط هذا المعبر، والذي نأمل أن يبلغ نشاط هام جدا مع الجارة الشقيقة ليبيا. وبهدف تحقيق الأفاق الاقتصادية والاستراتيجية المرجوة من إعادة فتح هذا المعبر، أكد المدير العام للجمارك على ضرورة تسخير كل الوسائل والإمكانيات على مستوى هذه النقطة الحدودية الهامة. نحن نأمل أن يكون هذا المعبر قطب من أقطاب الجزائر المتعددة في مجال التجارة الخارجية. كذلك نقف اليوم على الجاهزية في كل المجالات، بالإضافة إلى المصالح الأخرى، سواء كانت المصالح العاملة داخل هذا المعبر أو المصالح الأمنية الأخرى، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي. وفي ختام زيارته تفقد المدير العام للجمارك والوفد المرافق له أشغال إنجاز مقر جديد لمفتشية أقسام الجمارك بإنام ناس، ويترقب استلامه نهاية السنة الجارية. تنمويا استفادت أكثر من 76 تجزئة اجتماعية بولاية تمن راس استفادت من الربط بشبكة غاز المدينة، تقول نسيمة يعقوبي. فرحة عارمة بعد وصول الغاز الطبيعي إلى بيوتهم، وبهذا تنتهي معاناة سكان التجزئات الاجتماعية بحيث فسيت بولاية تمن راس. كانت عندنا معاناة نتاع القارورات نتاع الغاز البيطان هذيك، والحمد لله اليوم جانا الغاز، الحمد لله ما شاء الله، شكرا للسيد الوالي. تهنينا من المشاكل هذه نتاع الغاز نهائيا كاع، دوك الغاز خلاص حل الروبيني في الدار، كاين الغاز 24 ما يقطع ما والو، الحمد لله. عملية مستمرة هذه بديناها السنة الماضية، بديناها في سبتمبر. بدينا في سبتمبر وكنا جينا خرجنا درنا لي سورتي تاعنا، والحمد لله قال لي لي زونجاجمون تاعنا راح احترمناهم مع المواطنين. اكثر من 35 الف اللي راح تستافد من الغاز، من الماء، من التريسيتي ومن الطريق. هنا بتفسيت 2 و3 الاشغال متواصله من اجل ربط هذه الاحياء بشبكه الغاز الطبيعيه. وهنا عندنا حوالي 540 تجزئة، نسبة تقدم أشغال حوالي 70%، وعندنا كذلك أنكوف وتيهقوي اللي لحقنا نسبة 100%. يبقى المواطن يتطلع إلى مزيد من التنمية المحلية. ولتفادي الانقطاعات في التزود بالكهرباء، تعززت ولاية الجزائر بمحولات جديدة. المتابعة للتلفزيون عبد الرزاق رمضان. ونقص التموين وتعزيزا لشبكة الكهرباء بالعاصمة، محولان كهربائيان ذواء التوتر العالي يدخلان حيز الخدمة، الأول ببن عكنون ذو توتر 220 ألف فولت، والثاني بتقصرين يضم محولين مع إمكانية تنصيب ثالث، مما يسمح لتدعيم شبكة كهرباء 11 بلدية بالعاصمة. العاصمة تعرف يعني طلب جد عالي ومستمر، يعني من سنة إلى سنة عندنا تسجيلات يعني جد هامة نتاع طلب نتاع الكهرباء، لا سيما في موسم الصيف اللي معروف يعني فيه وين الطلب يزداد يعني بكثرة. كل هذه الإنجازات رايحة تدعم هذه الشبكة ورايحة تحسن الخدمة. إنجاز يضاف إلى 12 محولا رئيسيا بالعاصمة و36 محولا آخر ب 60 ألف فولت، في انتظار استلام 7 محولات قيد الإنجاز و16 يرتقب أن تنطلق الأشغال بها قريبا. كل هذا راح يتماشى مع الطلب المتزايد في الجزائر العاصمة كما تعلمون، خاصة المجمعات السكانية وكذلك بعض المناطق النشاطات والمناطق الصناعية، اللي يمشي كذا تدريجيا من اجل تحسين الخدمه، اللي بكل صراحه يعني في السابق كانت الجزائر العاصمه كانت تعاني ببعض المشاكل فيما يخص التزويد بالكهرباء. اليوم الحمد لله كل هذه المشاكل راهي وراءنا، رانا نشتغلوا بالتنسيق مع السيد الوالي والسلطات المحليه باش رانا دينا نخموا في 2030 كيفاش راح تكون الجزائر العاصمه، وفي نظره استشرافيه جديده. مقر جديد للمديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز جسر قسنطينة، نقطة أخرى كانت ضمن برنامج زيارة والي العاصمة والرئيس المدير العام لصنع الغاز الذي يندرج في إطار تحسين الخدمة العمومية.
دوليا الآن، وفي الشأن الصحراوي، نفد مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل، حسب البيان العسكري رقم 239 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية. شرق أوسطي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. هذا وأعرب الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس عن قلقه إزاء عمليات الهدم التي تطال ممتلكات الفلسطينيين في قرية حمص البقيعة في غور الأردن، مطالبا سلطات الاحتلال بوقف ذلك فورا. وعن تطورات الوضع الوبائي عبر العالم، بلغ عدد الوفيات أزيد من 4 ملايين حالة حسب آخر إحصائية منظمة الصحة العالمية. هذا ويسعى تحالف فايزر بيونتيك للحصول على ترخيص من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح المضاد للفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا خلال الأسابيع المقبلة. اختتمت اليوم الطبعة الأولى للصالون الجهوي للمؤسسة المصغرة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية بالتوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. ونختم بنسائم مرتفعات الشفة، حيث الهواء النقي والفرجة والمتعة، تقول الأميرة بوشايب. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تجد العائلات الجزائرية ملاذها في مدينة الشفة. هذه المنطقة قبلة لكل من يبحث عن الراحة والهدوء. نجو لهنا نحبين نخرجوا للغابة، حبينا نجو نشوفوا شجر الغابة، الهواء النقي، وما شوية الأكسجين كما قال لي بوما العبد ينحال بالو على خطره. على صوت خرير المياه ونسمات الهواء العليل، يجتمع الزوار لقضاء أوقات ممتعة وسط مناظر طبيعية ساحرة. فالمنطقة تشتهر بالشلالات والينابيع المائية، وبها أنواع عديدة من الحيوانات البرية، أبرزها قردة الماغو التي تجول هنا وهناك وتصنع الفرجة بحضور الأطفال. جينا نستغلوا هذا النهار مع وليداتنا، مع إسلام وحسام. عندي وليدي بزاف يحب هذه المنطقة. وش تحب جيت وش جيت حنوني جيت تشوف؟ شادي مليحة، فيها شوية البحور وفيها شجر، فيها المهم طبيعة مليحة. يقال عن المدينة أنها سميت بالشفة نسبة للشفاء، لأن فيها الراحة والاسترخاء بعيدا عن الصخب والضوضاء وروتين الحياة اليومية. فعلا، وبجمال الشفة نختم ثمينة اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تخرج طلائع جديدة من الأكاديمية العسكرية للشرشال، الرئيس الراحل هواري بومدين، بعد تكوين احترافي وجاهزية عالية تعزز وحدات الجيش الوطني الشعبي لمجابهة كافة التحديات. المجلس الشعبي والوطني يصدق غدا على قائمة نواب الرئيس الجديد المنتخب عن ولاية غردايا للعهدة التشريعية 9 إبراهيم بوغالي. وزير الداخلية يتابع ميدانيا مخطط التدخل السريع لإخماد الحرائق بخنشلة، ويؤكد توفير جميع الإمكانات المالية والبشرية للتكفل بانشغالات الساكنة. ووزارة الفلاحة تعلن التزامها بتعويض الخسائر الفلاحية. وكما تبعتم، منحا تصاعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا وعملية تلقيح تتواصل في فضاءات عمومية عبر الوطن، ووزارة الصحة تجدد الدعوة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. متابعة ميدانية مرافقة لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبدب غدامس، وبتمن راست استفادة أكثر من 76 تجزئة اجتماعية من الربط بشبكة الغاز، ومحولات جديدة بالعاصمة لضمان خدمات نوعية للمواطنين. نهاية النشرة، إلى اللقاء. نشرتنا تمت، السلام عليكم.